مساء الخير، سعداء بالتواجد معكم في هذه الحصة من الحصص المخصصة للتدريس عن بعد فيما يخص مادة علوم حياة والأرض، شعبة علوم حياة والأرض. إذا الوحدة التي سنقوم بدراستها هي الوحدة الخامسة الخاصة بعلم المناعة. إذا هل تساءلتم يوما لماذا نمرض؟ إذا هذا التساؤل لكي نجيب عليه، تعرفون جيدا أنه نعيش في عالم جسمنا يكون محاط بمجموعة من الأجسام والعناصر الأجنبية، والتي يؤدي دخولها داخل أجسامنا إلى ردود أفعال. هذه ردود الأفعال تسمى استجابات مناعية، والتي قد تكون نوعية أو غير نوعية، وهذا يدل على أن الجسم قادر على استعمال جهازه المناعي من أجل الحفاظ على تماميته. إذا الإشكالية المطروحة بالنسبة لنا هي كيف يساهم الجهاز المناعي في الحفاظ على تمامية الجسم؟ إذا هذه الإشكالية سيتم تقسيمها أو تجزيئها إلى مجموعة من الأسئلة. إذا السؤال الأول سيكون هو كيف يميز الجسم بين ما هو ذاتي وما هو غير ذاتي؟ التساؤل الثاني، ما هي آليات الاستجابة المناعية؟ بمعنى كيف سيتدخل جهاز المناعة للتصدي لما هو غير ذاتي وللتعرف على ما هو ذاتي والحفاظ عليه؟ ثم أخيرا، إلى أي حد تمكن هذه الآليات بعد فهمها من تفسير الاضطرابات المناعية قصد التفكير في وسائل علاجها أو تدعيمها؟ إذن هذه الأسئلة الثلاثة هي عناوين الفصول الثلاثة التي سيتم تقسيم هذه الوحدة الخامسة إن شاء الله. إذن بالنسبة للفصل الأول كما قلنا سيكون عنوانه كيف يتم تمييز بين الذاتي وغير الذاتي بالنسبة للجسم. إذن سنعمل عن طريق الأنشطة. إذن النشاط الأول سيخصص لتحديد مفهومين مهمين في المناعة، هو تحديد مفهوم ذاتي ومفهوم غير ذاتي. إذن سننطلق انطلاقا من وثائق. إذن الوثيقة الأولى التي تشاهدونها هي عبارة عن فيروسات. تعرفون أن الفيروسات تكون منتشرة في الهواء، مثلا فيروس سيدا، فيروس سيدا ليس موجود في الهواء، فيروس الزكام مثلا، كورونا الذي تعرفون وأنتم الآن تسمعون في القنوات الإعلامية وفي جميع المنابر أنه يسبب إصابات. إذن هذا الفيروس هو يدخل عن طريق المسالك التنفسية. بالنسبة لفيروس أخرى، هناك وسائل أخرى للانتقال كما درستم سابقا في المستويات الإعدادية كفيروس السيدا. إذا بمعنى أن الفيروسات هي أيضا من المتعضيات المجهرية التي توجد في الوسط الخارجي. كذلك لدينا البكتيريا. البكتيريا يمكن أن نجدها في عدة أوساط، مثلا في التربة، في الماء، يمكن أن نجدها كذلك على مستوى الجلد. ونضيف على البكتيريا أنه يمكن كذلك أن نجد الفطريات. إذا هذه الكائنات المجهرية فهي متعايشة معنا. الوثيقة الأخرى حبوب اللقاح. قد يتساءل بعض المتعلمين ما علاقة حبوب اللقاح بالمناعة؟ وفي الواقع هذه حبوب اللقاح قد تبدو أنها غير ضارة بالنسبة للبعض، ولكن عند بعض الأشخاص تسبب لهم استجابة أرجية، بمعنى أنها تؤدي إلى حدوث استجابة مناعية مفرطة أو ما يسمى بالأرجية. إذا من خلال هذه الأمثلة الثلاثة المذكورة يظهر بأن العناصر الأجنبية التي تحدثنا عنها سابقا هي خارجية، يعني أنها تأتي للجسم من الخارج. ولكن هل الأمر دائما؟ إذا من خلال الصورة الموالية لديكم صورة إشعاعية لسرطان الدماغ، ويبين مراحل تطور الورم على مستوى الدماغ. والخلايا السرطانية هي في الأصل كانت خلايا عادية، يعني أنها خلايا